مدير هيئة تشغيل حقل زوير سعد حسين عبد كاظم، حياك الله من خلال مؤسسة المرود الإعلامية ونورتنا. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. أولا خلي نعرف ومتابعين ومشاهدين هذا الحوار عن حقل زوير النفطي، تصنيفه أو ترتيبه ما بين الحقول النفطية العراقية. حقل زوير النفطي هو من أحد الحقول العملاقة في العراق، يعني هو اكتشف سنة 1949 وبدأ الإنتاج من عنده في 1951. هو أول حقل يكتشف في جنوب العراق في ذاك الوقت، وحقيقة هو يحتمل مخزون نفطي كبير جدا، حوالي 50 مليار برميل من النفط، هذا المخزون مالته، والقابل للاستخراج حوالي 13 مليار برميل. يعني فحقل عملاق، حقل الزبير، ويأتي بالترتيب حوالي بالمخزون الثاني أو الثالث يجي بالنسبة لنا. حقل الزبير يحتوي على نفط حقيقة بمواصفات ممتازة جدا، نفط يعتبر النفط من النفط يسمونه النفط الحلو، يعني نفط ما يحتوي على قياسا بالنفوط العالمية. فنفط يعني ممتاز جدا. يعني بدا تطوير الحقل من ذاك الوقت من اكتشافه، وبدت المكامن اللي المنتجه واحد وراء الاخر بالانتاج، الى ان وصل في قبل 2010 الى 185 الف برميل باليوم انتاجه. بس احنا رفعنا سقف الانتاج مالته الى حوالي 490 برميل، الف برميل باليوم في الوقت الحاضر، يعني زيادة كبيرة. كم بئر نفطي يضم؟ وهل هناك نية لتطوير بعض الآبار، يعني أو حفر آبار جديدة؟ بالتأكيد، إحنا في الوقت الحالي حوالي أكثر من 500 بئر محفور في حقل الزبير، أكثرها إنتاجية طبعاً، إضافة إلى عندنا آبار حقن ماء. تعرف المكامن تحتاج إلى تنشيط الطاقة مالته حتى يدموا الإنتاج. وهذا مجموع حوالي 64% من الآبار حفرت خلال فترة مالت اللي حيل بها الحقل إلى جولات تراخيص من 2010 إلى حد الآن. يعني النسبة كلش عالية، نسبة الحفر بالنسبة مقارنة بالحفر بوقت سابق. حقل الزبير يتكون من أربع قباب، يعني احنا قباب نفطية، يعني من حيث المكامن، من حيث المكامن، من حيث المكامن، نعم. فقبة حمار عندنا، قبة الشعيبة، وقبة الرافضية، وقبة صفوان. عندنا محطات إنتاج، حوالي 9 محطات إنتاج في حقل الزبير، محطات قديمة وعندنا محطات جديدة حدثناها. يعني من جت دولة تراخيص حدثت البنى التحتية للحقل، ولذلك بنيت أربع محطات جديدة. أحد المحطات هذه محطات عملاقة 200 ألف برميل باليوم. المحطة اللي نسميها المحطة الشمالية، محطة الزبير الشمالية. هذه المحطات محطات إنتاج، وأكو عندنا محطات حقن اللي تحقن المي في الآبار. من ضمن هذه الآبار المنشآت اللي تم بنائها خلال هذه الفترة، أنه من ضمنها كانت محطات حقن كذلك. سعد الشيخ، خلينا نقف عند محطات الحقن، يعني حتى نوضح أكثر. نعم. عندما يحقن هذا المحطة تحقن بالماء، إيش قد تأخذ فترة حتى يتم استخراج النفط أو ديمومة استمراره؟ يعني هذا تعتمد على المواصفات المكمن. أنت تحقن اليوم ما توقع باكر يطلع المي اللي حقنته، فحوالي 6 أشهر، 4 أشهر أو 6 أشهر هو يلا يبين المي اللي حقنته، اعتمادا على طبعا نوعية المكمن، واعتمادا على بعد البئر اللي عن مكان الحقن، وعلى مواصفات كذلك. مصدر المياه ايضا. مصدر المياه احنا عندنا مصادر المياه، مياه عندنا منتجه، واكو عندنا مياه لا تجينا من محطة قرمة عالي.
احنا في مخططنا انه راح نزيد الطاقه الاستيعابيه للحقن خلال السنوات الجايه ان شاء الله، جانبنا هسه محطتين كبيرتين لضخ ومعالجه المياه اللي ناخذ المي عندنا، راح ناخذها من النهر الثالث اللي هو المصب العام. هذا المياه يعني وصولها عن طريق الخطوط خاصه؟ اكيد راح تصير عن طريق انابيب تجهز من محطه الضخ والمعالجه الى المحطات الحقن. أساساً أعماق الآبار النفطية اللي موجودة بحقل الزبر يعني من وإلى؟ حوالي من 2200 إلى 3500 هذا المعدل. نعم. معدل. نعم. 2000 متر إلى 3500 متر. نعم. يتم حفرها مع يعني نقول الحفر العراقية بالتعاون مع شركات أخرى ولا؟ عندنا إحنا شركات شكل حفر عراقية، عندنا مستخدمين أبراجها تشتغل ويانا، وإضافة إلى قسم أبراجها أبراج شركات عالمية. سعسان دائما أحب أوضح إلى يعني كل متابع يعني أي مصطلح، فنرجع للقباب النفطية. نعم. هذه نوضحها بشكل أبسط. نعم. يعني القباب النفطية. نعم. إحنا نعرف أنه النفط هاي نظريات التكوين، النفط تتكون في صخور يسمونها الصخور المولدة للنفط، وبعدين هاجر النفط من هذه الصخور إلى اماكن نسميها احنا الاماكن هسه يسمونها التراب او المصاعد، مصاعد النفط. هذه المصاعد هي تصير على شكل قباب، او تصير على شكل فوالق، او تصير على شكل يعني اشكال اخرى معينه، بحيث انه ما ينتقل الى مكان اخر. بالضبط، هو المصيده للنفط بحيث انه يبقى فيه. فلذلك احنا هذه بنمشي على القباب، هي قباب، هي اصبح فعلا القباب، يعني تاخذ مقطع الارض راح تشوفه على شكل قبه. اهم المشاريع اللي تم تحقيقها في عام 2022 من قبل المنافع الاجتماعيه باكيد بالتعاون مع المشغل ايني الايطاليه. احنا حقيقه المنافع الاجتماعيه اولينا لها اهتمام كثير، بدينا بها من 2015 ولحد الان. هناك العديد من المدارس اللي تم تاهيلها، وعندنا كثير من المدارس تم بنائها، وقسم عندها اضفنا لها صفوف، قسم جهزناها بمعدات المدرسيه، يعني مثل رحلات، حاسبات، طابعات. اضافه الى هذه دعم للكوادر التربويه كذلك. عندنا موجودنا برنامج ان شاء الله جديد راح نطبقه ان شاء الله من السنه الجايه، وانت رايح حوالي لمده 5 سنوات، هذا تطوير الكوادر التعليميه راح يفيد حقيقة. هذا راح يصير فد شيء مميز جدا، وهذا في البرنامج من شركة إيناي اللي هي مشغل لحقل الزبير، برنامج متخصص لتطوير الكوادر بمختلف مواصفاتها. إن شاء الله راح يصير بها فرد شيء خاص إن شاء الله مستقبلا، إن شاء الله من يبدي تطبيق هذا البرنامج راح نسوي بها فرد شيء إن شاء الله بالتفصيل إن شاء الله. أيضا دائما المواطن يبحث عن الصحة والتعليم، هذا فيما يخص المدارس. عندنا في مجال الصحة عندنا مشاريع حقيقة كثيرة، وبصورة عامة يعني قطاع الصحة في البصرة، ولكن بصورة خاصة مستشفى الطفل التخصصي. احنا هذا هو لنا الاهتمام جدا، فكان تجهيز معدات طبية، تجهيز بمواد طبية. عندنا كذلك هسه عندنا مشروعين قائمات في الوقت الحاضر، يعني تقريبا في مستويات متقدمة جدا. هذني ان شاء الله عندنا اكو مركز الطب النووي راح يغطي المنطقه الجنوبيه في موضوع السرطان، يعني معالجه السرطان بالنسبه للاطفال ان شاء الله. بالتاكيد راح يغني الناس عن انه سافر خارج العراق لتلقي العلاج، خصوصا الاطفال. تعرف الاطفال يعني هم لهم رعايه خاصه. عندنا مشروع ثاني هو بنايه طابقين ملحقه بمستشفى الطفل التخصصي، تحتوي على 30 سرير مجهزة بالكامل بالأثاث الطبي، وإن شاء الله يعني على أحد الطراز تم بنائها. في مجال المياه ومعالجة المياه عندنا سوينا مشروعين كبار حقيقة. المشروع الأول هو من مرحلتين لمعالجة، طبعا إنشاء محطة بحرية، محطتين بحريتين طاقة كل واحدة معدتين 400 متر مكعب الساعة. المرحلة الأولى محطة، والمرحلة الثانية إن شاء الله محطة ثانية. المرحلة الأولى خلصت، في مرحلة تدشين هسه، تخدمها طبعا المنطقة الإبراضية بصورة عامة
هذه المحطة. والمحطة الثانية اللي سويناها هي محطة بالبرجسية، طاقتها 400 متر مكعب بالساعة، هذه تخدم منطقة سكنية في منطقة البرجسية. هذه كملت وتم تسليمها للجهات. نعم. محطة تحلية مياه البراعية من المؤمل إن شاء الله تدخل خدمة إن شاء الله خلال وقت جدا قريب إن شاء الله. إحنا في مرحلة تدشين هسه، بس حتى على مود المحطة يشيكوها ويشوفون عملها، طبيعة عملها وشلون. سامح حسين، تذكرت إنه أكو محطة أخرى في البرجسية، طيب أكو محطات أخرى على قرار محطة البراعية مثلاً في مناطق تكون قريبة بمركز المدينة؟ في الوقت الحاضر لا، ما عندنا. أيوة. ما عندنا، ولكن إذا طلب من عندنا بالتأكيد إحنا يعني إن شاء الله. طيب منطقة أو قضاء الزهير، يعني أهم المشاريع اللي نفذت وخلنا نقول دخلت الخدمة، والمشاريع إن شاء الله المستقبلية من ضمن المنافع الاجتماعية. بالنسبة للزهير عندنا تم تأهيل 13 مدرسة، يعني صيانة وتجهيز وما إلى ذلك، وإنشاء تم إنشاء مدرستين. طبعا المنشأ اللي أحكيها اللي تم يعني تسليمها وإنشاء وتسليم بالكامل. عندنا تجهيز أثاث، يعني أثاث مدرسي وحواسيب وطابعات، حوالي 15 مدرسة. عندنا في مجال الصحة طبعا تأهيل مستشفى الطفل التخصصي، قبل ما قلنا قبل شوية منظومة اتصالات، منظومة دائرة مغلقة، وعندنا مصاعد يعني تجهيز وتنصيب، ومنظومة تحلية، هاي كلها في هذا شو اسمه في هذا. عندنا الأخرى إحنا قدمناها للزبير، خدمات بلدية، إنشاء طرق، إذا تباوع على الطريق الجديد اللي من جامع البراك إلى الشعبة، هذا تم إنشاء من قبل هيئة تشغيل الزبير بالكامل. وعندنا كذلك عندنا شبكات مياه عملنا عليها، كذلك عندنا إنارة الشوارع. سامح حسين، خطة هيئة الحقل مع نقول وزارة النفط مع في ظل الحكومة الجديدة لتطوير إنتاجية الحقل، هل هناك يعني نقول دراسة خطة وضعت؟ هو بالتأكيد إحنا جرات تراخيص من إجت أكو خطة، عندنا خطة أولية كانت لتطوير الحقل في ظل الحكومة الجديدة، يعني مع الوزارة الجديدة. إحنا مستمرين بغض النظر يعني عن كانت حكومة جديدة أو حكومة قديمة، إحنا بالنسبة إنه مستمرين عندنا خطة نمشي عليها، خطة بالبداية عندنا خطة أولية وبعدين صارت خطة محدثة. فإحنا في وقت الحاضر جاي نعمل على الخطة المحدثة، آخر خطة إن شاء الله. من المؤمل أنه إحنا نصعد بالإنتاج الحالي إلى حوالي 700 برميل باليوم كطاقة يعني للحقل، طاقة قصوى للحقل إن شاء الله خلال السنوات الثلاثة القادمة إن شاء الله، وبعدها راح يصير هذا الموضوع. كذلك تطوير منشآت الحقل، اكيد منشآت الانتاج، منشآت الحقن، وكذلك احنا تم انشاء محطه كهرباء لتجهيز الحقل بالكامل بالكهرباء، يعني بصوره مستقله عن المنظومه الشبكه الوطنيه الجغرافيه بالتاكيد. هذه محطه، وكذلك تم انشاء شبكه بالكامل، شبكه توصيل كهرباء، يعني خطوط كهرباء نقل الطاقة الكهربائية، ومحطات ثانوية لغرض توزيع هذه الأحمال. إحنا المحطة كملت ودخلت بالخدمة، المحطة طبعا محطة ضخمة 600 ميجا وات، والمحطات الثانوية تقريبا في مرحلة الطور النهائي إن شاء الله للتشغيل. فإذا كملت راح يكمل ربط جميع المحطات الإنتاج ومحطات الحقن، وكذلك آبار الرفع بالمضخات الغاطسة الكهربائية. ممكن الفاض يستفاد عنده يعني هاي المنطقة؟ بالتأكيد، احنا هسه في الوقت الحاضر احنا جاي نزود الطاقة للمحطة للشبكة الوطنية، خصوصا في فصل الصيف، يعني حقيقة انه المحطة الزبير تجهز الشبكة الوطنية كانت 300 ميجا وات، فالطاقة حقيقة يعني لمست التغيير اللي حدث في هذه السنة والسنة اللي فاتت في تجهيز الطاقة الكهربائية، يعني 300 ميجا وات إضافة لما يتم تجهيزه لمدينة البصرة. نسبة العمالة المحلية اللي تعمل حاليا، وأيضا هل هناك نية بفتح باب التقديم، وكذلك هل تم تثبيت بعض من العقود، وايضا نسبه هيئه حق الزبير بما خريجين معهد التدريب النفط بعد ما اعلن وزير النفط عن تعيين عدد من الطلبه؟ يعني احنا بالنسبه لنا كهيئه عندنا بالنسبه
نسبة العراقيين للأجانب حوالي عندنا 95% عراقيين و5% أجانب خبراء الشركات شركة اي ان اي وشركائها. بالنسبة احنا المقاولين الثانويين تقريبا ما يقل نسبة العمالة العراقية عن 85% إذا مو أكثر على الشركات المقاولة للشغل ويانا. بالنسبة للعقود بالتأكيد احنا معالي الوزير أصدر القرار مال تثبيتهم إن شاء الله وراح يجون يعني العقود الموجودة عندنا بدأ فعلا بدأ بتثبيتهم. وأكون نسبة العفو الأعداد التثبيت حسب القرار بعد احنا بالنسبه لنا قرار التثبيت ان شاء الله واحنا ماشيين عليه هذا المركزي يعني احنا بالنسبه لنا هيئه تشغيل الزبير هي هيئه تابعه لشركه نفط البصره مو هيئه مستقله وحدها فهي تابعه بالنسبه لها واحنا القرارات اللي تصدر وتنفذ في شركه نفط البصره تطبق علينا على كوادرنا التابعه لشركه نفط البصره. يقول هيئه تشغيل حقل الزبير وما فيها المشغل ايني تعتبر الاولى بتنفيذ المشاريع المنافع الاجتماعيه هاي من ضمن يعني الواقع الملموس. هذا شيء ملموس. مؤخرا كان هناك اجتماع الى نائب محافظ البصره سيد محمد التميمي يقول هناك وضعنا خطه مشتركه مع الحكومه المحليه والشركات النفطيه لانشاء مشاريع استراتيجيه بعيده عن يعني المشاريع الاخرى. فرايك استاذ وحضرتكم كنتم موجودين يعني كطرف بالتاكيد كهيئه تشغيل كان حاضر ممثلنا بالاجتماع. احنا ندعم حق تقديم الخدمات للمناطق السكنيه المحيطه بالحقل وبالخصوص حقل الزبير يعني مدينه الزبير اللي احنا حقل الزبير هي مسمى باسم الزبير. فالدعم كل الدعم طبعا بالتاكيد لهم. التخصيصات المنافع الاجتماعيه احنا بالكامل جاي ننفذها لصالح المواطن في منطقه الزبير. واحنا نرحب في اي خطوه في تحسين موضوع المنافع الاجتماعية. أنا من وجهة نظري الشخصية يعني حقيقة أنا أحبذ أنه تكون منافع اجتماعية بمشاريع استراتيجية أولا مشاريع نوعية اللي هي نستفاد من خبرات الشركات العالمية اللي تشتغل ويانا في دعم هذه المشاريع العملاقة. حقيقة شركة ANI حول العالم عندهم مشاريع مختلفة في دعم المجتمعات المحلية اكيد بالتاكيد. واحنا حقيقه واحده المشاريع اللي نفذوها اعتقد في كان في نيجيريا حسب ما حكوا لي حقيقه كان اكو وادي موجود وكان هذا في وقت موسم الامطار يمتلي بالمي بنوا به مدرسه نموذجيه بحيث انه هذه المدرسه صارت فد ايكونه حقيقة في هذا المكان هذا وكانت الناس الاطفال كانوا يجوا لها بكل سهوله وما عاد انه المي يبقى في هذا الوادي كان موجود. فحقيقة أكو في المشاريع وطبعا تنجيزها بمواد ومعدات حقيقة نوعية بحيث أنه حدثت فرق في مستوى الطلاب حسب ما كان لقاءنا ويا جماعة ANI. فإحنا بحقيقة أنا واحد من الناس أنه وأيد وأدعم بشدة أنه يصير أن يعني هش مشاريع نوعية مختلفة عن المشاريع النمطية اللي احنا جايين ننفذها فيها حتى يكون انه فرد الشيء يلتمس المواطن ويبقى عمره اطول شيء تغيير عمره اطول ويقدم خدمة نوعية. انا احنا عندنا هالمشروع الجديد اللي عندنا هسه موجود اللي حقيقة اللي احنا جايين نتكلم عنه في تطوير الكوادر التعليمية في منطقة الزبير هذا لمدة 5 سنوات حقيقة هذا المشاريع النوعيه اللي كنا نتحدث عنها تطوير الكوادر التعليميه يعني في منطقه الزبير نعم من ضمن حتى من ثم الكادر التعليمي يوصل المعلومه للطالب او التلميذ يعني بدخول التكنولوجيا التدريس رفع مستواهم الاكاديمي تقديم خدمات اخرى في هذا المجال تطوير وسائل التعليم فشيء حقيقه شيء نوعي راح يصير. استاذ حسين على قرار المؤتمر بالنسبه للاستاذ محمد طاهر التميمي هناك بعد بايام كان نقول مناقشات او تبادل طرف الحديث مع جنابكم مع الاستاذ علي شداد الفارس كان هناك حوار مباشر مع التربيه والبلديه ومديريه الماء مع جنابكم حتى نقول تبادل الافكار وماذا يحتاج هذه الدوائر ماذا تحتاج من المنافع الاجتماعيه. الاستاذ علي شداد هو
احد النواب المنتخبين من قضاء الزبير، وعنده فد رؤيه معينه في مجال المنافع الاجتماعيه، وعنده خبره طويله اعتقد هو في هذا المجال، يعني اشترك في لجان فيما سبق لجان المنافع الاجتماعيه منذ تاسيسها يعني 2015 ولحد يعني قبل فتره، فعنده فد رؤيه معينه في هذا المجال. احنا حقيقه قلنا احنا نرحب في اي فكره انه في انه تعزز هذا المجال، انه شلون نقدم افضل خدمات في مجال المنافع الاجتماعيه. وكان هذا حقيقه في الاجتماع جمعنا ويا مدير بلديه الزبير، وعندنا مدير تربيه الزبير، والاخرين في مجال مياه الزبير ومياه الشعبه. سمعنا معهم حقيقه المشاكل الموجوده. كان طرح في هذا الموضوع طرح موضوع الطمر الصحي، تدوير النفايات الطمر الصحي. احنا عندنا كان خبره اكو في مجالنا، انا كنت مدير هيئه تشغيل الرميله فيما سبق، وانشانا مشروع حقيقه في الرميله، مشروع الـ احنا نسميه الريسايكلينج او اعاده التدوير، ولحد انه شغال يعني حقيقه بالرميله موجود كل فيما يخص المخلفات اللي تخص العوامل الايجابيه بالتاكيد، في المخلفات اللي تخص البلاستيك، تخص الورق، تخص مخلفات اخرى يتم معالجتها، مثل المخلفات البلاستيكيه تكبس، المخلفات المعدنيه تكبس كذلك في هذا كله يصب بنقول الحفاظ على البيئه اكيد بالتاكيد. يعني اول شيء هو تنظيف المناطق اولا، وثاني شيء الحصر هذه المخلفات وإعادة تدويرها، يستفاد من عندها في مجال الصناعة. إن شاء الله راح نعمل عليه قدر الإمكان بالتعاون مع الجهات الأخرى. فإحنا نعرف المشكلة النفايات تأثر بصورة مباشرة على مدينة الزبير، يعني الزبير يعني أعتبر محافظة إحنا مدينة كبيرة. فإن شاء الله نحاول قدر الإمكان إنه في هذا الموضوع نولي له اهتمام كبير، ونستفاد من حقيقة في مجال انه تعرف هاي التقنيه موجوده ومستخدمه في العالم. ان شاء الله نحاول. احنا كان بودنا يعني نتحدث عن ما يخص السلامه المهنيه اللي تطبق حاليا، لان هو عامل مهم يعني القطاع النفطي قطاع حيوي ويتاثر بموضوع السلامه تاثر كبير. تعرف انه احنا منتجين للمواد الهيدروكربانيه سريعه الاشتعال، يعني سواء كانت نفط سواء غاز. فالمحطات هي عبارة عن مناطق خطرة، يعني يجب التعامل بمجال السلامة في أعلى مستوياتها. وإحنا يعني كهيئة تشغيل تطبق معايير السلامة به أعلى مستوياتها، يعني إحنا بالتيادي خبرة شركة ENI في هذا المجال، واحنا كهيئة تراخيص نطبق طبعا هذا في هذا المجال انه اعلى معايير السلامه. ولا تروح المحطات راح تشوف انه المحطات اجراءات السلامه بها صارمه. احنا مجربين عاد ما نجي يعني اي حقل لازم تاخذ سيادتك اكيد. هذا في شيء مجال، واحنا نحاول قدر الامكان انه ان شاء الله نطور هذا الموضوع في مجال السلامه، وانه نستمر على الاجراءات باعلى المستويات. الأستاذ حسين ولو أنت مشارك كثيرة، لكن فاتني سؤال هو تخصصي، يعني دولة اختصاص الجوز هو يعني أدرى به، لكن لا بأس أن أطرح على جنابك، أنه ضمان جريان النفوذ في الأنابيب، تعرف يعني الهيدروكربونات والاحتكاك وإلى ما ذلك، هذه الأمور اللي أنت أكيد أعرف من عندي بها. فهذه كأنظمة حديثة مطبقة، يعني هو النظام قديم موجود لكن تم تطويره من خلال الحقول النفطية بما فيها حق الزبير. هو اعتيادي إحنا بالنسبة الآبار هي بالوضعية الاعتيادية تنتج بصورة طبيعية، يعني النفط يجري من المكمن إلى داخل البئر إلى رأس البئر ثم إلى أنابيب إلى المحطات. ولكن تعرف مع تقدم إنتاج من الحقل، يعني تعرف حقل الزبير هسه صار 70 سنة، أكثر من 70 سنة في الإنتاج، هذا العمر له تأثيره. كثرة الإنتاج طبعا من الآبار راح تقلل الضغط داخل المكمن، احنا لذلك احنا نسوي نحقن المي حتى نعادل الضغط المكمني ونخلي الابار قدر الامكان ان تجري بصوره طبيعيه. ولكن في بعض الاحيان انه هذا توصل الى حد، فنضطر انه ننتج بطرق اخرى،
وأشهر طريقة جاي نستخدمها إحنا في حقل الزبالة وحقل أخرى هو الإنتاج بمضخات الغطس الكهربائية اللي هي كأنما تشفط النفط من داخل البئر والضخة إلى المحطات. هذا طبعاً هذا الجريان يعتمد على هواي كثير. أولها يعتمد على نوعية النفط، إذا كان نفط ثقيل أو خفيف، هل النفط ينتج وياه مي أو النفط ماي ما وياه مي، يعني نفط يعني إحنا نسميه دراي أو جاف. عمق البئر كذلك يؤثر عليه، كثير من العوامل تأثر عليه، وضغط الطعم المكمني بالتأكيد هو العامل الأكبر في هذا المجال. فشنو اللي يؤثر على الإنتاج أنت تحسنه حتى تخلي البئر يجري؟ أي سواء إذا كان مثلا نفط ثقيل تحاول مثلا تخفف بالغاز، رفع بالغاز، هذا أحد الطرق اللي موجودة في نول. يجوز متابعين ومشاهدين الحوار يقف عند معلومة اللي هو النفوط في حقل الزبال من نوع الحلو، فخلي الحلو يعني نفوط جيدة، يعني نفوط إحنا نفوط هي شلون تقدر يعني جودتها بالأي بي آي اللي هو درجة كثافة النفوط. قد ما يكون درجة كثافة النفوط أعلى قد ما يكون النفوط أخف، يعني مثلا نتكلم عن 30 أي بي آي هو أفضل من 25 أي بي آي، 35 أي بي آي هو أفضل من 30 أي بي آي. هذا 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 مقياس. المقياس الآخر هو نسبة الكبريت في في النفط أو نسبة غاز كبريتيد هيدروجين في النفط، وهذا يأثر على مواصفات النفط. فقد ما يكون نسبة الكبريت أقل في النفط قد ما يكون حلو، يعني نسميه هاي المصطلح اللي هو جميل السويت، يعني بلقى حدا يسمونه سويت، سويت أويل. فحقولنا احنا حقيقة بالحقل الزبال من النفوط درجة الكثافة مالتها عالية ودرجة ونسبة الكبريت قليلة. ايضا البطاقة الشخصية الى سعد حسين عبد الكاظم، العمر المهني والتخصص التخصصي يعني. طبعا انا اسمي حسين عبد الكاظم حسين، اشتغلت عدة مناصب فيما سبق اللي كانت خلال عشر سنوات الفاتت، يعني كنت مدير قسم المكامن في تشغيل الرمالة من 2010 إلى 2017، بعدين صرت مدير هيئة تشغيل الرمالة إلى بداية هذه السنة، انتقلت من هيئة تشغيل الزبير إلى هيئة تشغيل، من هيئة تشغيل الرمالة إلى هيئة تشغيل الزبير كمدير هيئة تشغيل الزبير. أنا شهادتي أنا خريج جامعة بغداد قسم هندسة النفط والمناجم، خريج سنة 1988. أنا بالخدمة حوالي 32 سنة لحد الآن في قطاع النفط في شركة نفط البصرة. قبلها كنا في مجال بالحقل، يعني خلصنا حوالي 10 سنوات احنا في مجال الحقل. كنت في مجلس الشعبة في 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 هيئة في في هيئة الحقول، يعني فيما سبق من 1998 إلى 2010، يعني تسلسل وظيفي. إذا أستاذ حسين شكرا جزيلا لسعة صدرك، وإن شاء الله نتمنى لك الموفقية في عملك، والخدمة هي صالح العام هو أولا وأخيرا. هذا اللي يقول العمل كله هو المواطن، راح يفول سيارته بنزين، راح يشغل كهرباء، أكيد هكذا من خلال يعني إنتاجكم وعملكم إن شاء الله. ربنا يوفقكم، شكرا جزيلا لخدمة هالبلد. شكرا جزيلا، شكرا.